تلاحظوا هذه الحجارة البركانية هي من قذائف الفوهات البركانية في جبل إتنا بجزيرة الصقلية الإيطالية. الحرارة الآن 6 درجات، والله يعيننا عندما نصعد إلى الأعلى في جبل إتنا. استرادا كونكورف، لاحظوا هذه الحجارة، هذه عن قرب نصورها لكم. هذه كلها حجارة بركانية متحولة بفعل الضغط والحرارة، ومن بعيد يبدو الجبل وعليه الكساء الأبيض الثلجي. الله أكبر، يعني عندما يتدفق البركان ويثور يأتي سيل الحمم البركانية إلى هذه المناطق. الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، والله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. وطبعا كلما تقترب من فوهات البركان كلما تتغير الروائح، فتأتيكم الروائح الكبريتية والدخانية وبعض شظايا ربما حمم اللافا. يا سلام على هذه الأشجار التي أكيد تعرضت للكثير من الحرائق الحمم البركانية. لاحظوا اللون الرمادي الطاغي على هذه الأرض الصخرية. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يعني من هذه الحجارة تبنى المباني في مدينة كاتانيا والمدن المحيطة والمجاورة بها كسيراكوزا و باليرمو وميسينا وغيرها من مدن جزيرة الصقلية الإيطالية. درجة الحرارة الآن تبلغ 7 درجات ونحن في الأول من شهر ديسمبر، وما نزال في اتجاهنا إلى المكان الذي يقف عنده الناس ليصعدوا بالتلفريك أو الكيبل كار أو العربات الهوائية الكهربائية إلى أعلى جبل إتنا حيث الفوهات البركانية. تابعونا في مقاطع أخرى، شكرا لكم وإلى اللقاء.